بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي بعنوان رصيد تراكمي في الأكسس، قواعد البيانات الداتابيز الأكسس، إزاي نعمل على رصيد ختامي كده للعميل. طبعا ده بخطوات عملية بسيطة. الفيديو ده فيديو عملي هنمشي فيه خطوات عملية. هنعرض الأول المسألة ازاي هنوصل ليه في البدايه كده، وبعد كده هنمشي خطوات عمليه. الناس اللي بتخاف من الاكسس قواعد البيانات مش عارفه تشتغل عليها، او يعني المبتدئين في الاكسس مش خايفه منها يعني، ولكن يعني ما اشتغلناش عليها كتير. فنبدا مع بعض ان شاء الله خطوه بخطوه، هنوصل لعمل ممتاز ان شاء الله. وفي اخر الفيديو ده هقول لحضرتك ازاي تحمل الملف الحالي، ملف العمل ده. مهم ان انت تكمل معايا الفيديو ده للاخر، ومهم ان انت تكتب لي في التعليقات انطباعك، او يعني انت شايف ايه، ملاحظاتك، استفساراتك كده. مهم اننا نتواصل مع بعض. كمان اعمل لي لايك، و يعني لو تقدر تعمل شير للفيديوهات ده شيء بيدعمنا كثيرا. نروح نشوف كده هنعمل ايه في الفيديو الحالي. انا هفتح كده قاعدة البيانات، فهتفتح لي المفروض على الفورم ده اللي هو رصيد تراكمي، وبيقول لي اكتب كود العميل. لاحظ هنا اول مهارة هنعملها مع بعض، ان طبعا قاعدة البيانات هتفتح على الفورم ده. المهارة التانية رائعة، ان انا مجرد ما اختار كود العميل كده، انا ما ضغطتش على اي شيء، ضغطت بس اخترت كود العمود، كود اقصد عفوا يعني كود العميل، فطلع لي هنا رصيد تراكمي لكود العميل اللي رقم 2 العمود العميل عفوا العميل اللي الكود بتاعه 2. الحركات بتاعته كم حركة؟ 1 2 3 4 حركات، اتعامل معايا 4 مرات. فيه وارد، فيه صادر، فيه ديبت، فيه كريدت، فيه يعني منصرف، دائن، مدين، كلام من ده يعني. 15 60 90 ده المبالغ اللي بالموجب يعني اللي دخلت لي، والصادر 10، المجموع بتاعها 165، شيل منهم 10 طلع لي ده. ضغطت على عودة، رجعنا للفورم ده بمجرد اختيار العميل رقم 3 بس، انا ما ضغطتش على اي شيء، طلع لي كشف حساب العميل رقم 3 اهوت، او يعني الرصيد الختامي بتاعه او الكلام ده. طبعا 50 50 50 150، شيل منهم 100، فضل معايا 50، ده مجموع الوارد، مجموع الصادر. ده هنعمل كل الشغل ده بكل التفاصيل. معايا عميل رقم 5 مفيش عنده اي حركات خالص، اول ما اخترت العميل يروح يفتح لي التقرير بتاعه، مفيش فيه اي حركات، صفر حركات، صفر وارد، صفر صادر كده. العميل رقم 6 ماشي، طلع لي برضو التقرير بتاعه، حركتين 2، حركة ب50 وارد، وحركة ب75 صادر. فالرصيد بتاعه الختامي او المجموع التراكمي بتاعه سالب 25، بالسالب، لان عندي وارد وعندي صادر او منصرف ووارد وكلام من ده يعني. طيب كمان انا استطيع ان انا اضغط على الزر ده فيعرض لي التقرير ل او حالة العميل الحالي ده، يعني اما اضغط هنا كده فبيفتح لي العميل رقم 6 التقرير بتاعه، وبيديني عدد الحركات، كل شيء بالنسبة له. طبعا الخط اللي بالاحمر ده الليبلز اللي مضافة ديت، كل الكلام ده، العدد ده، المجموع ده، كل ده هنعمله في الفيديو الحالي عمليا. احنا حتى الان بنعرض فقط ايه اللي احنا هنشتغل عليه. طيب يلا بينا، احنا هنحذف كل الشغل اللي هنا، نسيب التيبل بس عشان يعني اختصارا للوقت. فهحذف الفورم ده، تعال نعمله ديليت، حذف، وهحذف الريبورت ده كمان ماشي. ما عنديش غير التيبل. التيبل ده المفروض ان هو، تعال نروح نشوفه كده، فيه كود العميل، وده مش اوتو نمبر، انتبه، ده رقم عادي، رقم نمبر ماشي. ليه رقم؟ لان العميل حركات كتير هتتكرر معانا، واحنا مش شغالين على عميل واحد، ده عملاء كتير، مئات او الاف العملاء، مفيش مشكلة خالص. فالعميل هيتكرر معنا زي ما هعرض في الجدول حالا. وفيه وارد وفيه صادر، ده رقم وده رقم، نمبر نمبر، كله نمبر، مفيش مفتاح اساسي ماشي في التيبل بتاعي خلاص، لان مفيش علاقات ولا شيء، انا مشتغلتش على اي شيء خالص ماشي. هندخل على يعني ده نموذج بسيط ومباشر للعمل. كود العميل، انا عندي العميل اللي الكود بتاعه 6، كان ليه حركة، وارد ب50، صادر مفيش، 6 0 ووارد 75. فستة العميل رقم 6 ده او الكود بتاعه 6، طبعا بعد كده ممكن نعمل كومبو بوكس يكون بيرمي لي يعني اسم العميل ويخزن عنده الايه، الرقم، الكود بتاع العميل.
ستة اتكرر مرتين، ماشي، واحد اتكرر اكتر من مرة وفي حركات تحت، طبعا ستة ممكن نزوده هنا تاني، ماشي، خمسة، أربعة، تلاتة، طبعا مفيش خمسة لأن العميل رقم خمسة ملوش حركات حتى الآن. تمام كده، ده التيبل بتاعي ببساطة. يعني الفيديو ده قد يكون فيه شرح كده، فاستفاضة في الشرح، فأتمنى إن حضراتكم تشاهدوا الفيديو من صفحة القناة، ما تحملهوش عندك وبعدين تشوفه على الكمبيوتر، لا، شاهد الفيديو من صفحة القناة، من القناة مباشرة، ماشي، لايف كده، عشان يعني المشاهدة المباشرة هي اللي بتدعمنا، تحسب مشاهدات وإيه، ويعني حاول تساعدنا زي إحنا ما بنحاول أيضا، يعني نقدم المعلومة بسيطة وخالصة ومن غير تعقيدات. عفوا، يلا نروح نشتغل الشغل بتاعنا. هعمل حفظ وهعمل إغلاق، تمام. الرصيد التراكمي ده أنا عاوز هنا فورم، أما أضغط عليه افتح كده الفورم ويقول لي، يعني اكتب لي اسم العميل، كود العميل اللي انت عاوز تبحث عنه وتشتغل عنه، تمام. فهروح على انشاء، كرييت، وفورم، في فورمز كتير، هروح لفورم فارغ ده لان مش عايزه مرتبط باي شيء غير مرتبط، وهروح لهنا لوضع التصميم. حلو كده، ده الفورم اهوت، ماشي. نعدل الشغل بتاعنا كده، مثلا نضيف فيه ليبل بس، او خلينا نضيف تكست بوكس كده، نقول فيه اكتب اسم، اكتب كود العميل، او اختر كود العميل من الليبل ده هنا كده، حدد، نكتب اختر كود العميل. تمام، حدد دول الاثنين اللي هو الليبل والتكست بوكس بتاعه ده، ماشي، ونظبط بس الخط بتاعهم من تنسيق بولد، وخليه مثلا ايه عشان نشوفه بس، خليه 20 على سبيل المثال، ومن هنا نكبر كده. التكست بوكس ده انا عاوزه يكون مش تكست بوكس، انا عاوزه كومبو بوكس، قائمة منسدلة وفيها قيم من 1 لـ6، ماشي. طيب هنا هنضيف زر، تعال نضيف زر الاول، تصميم، ماشي معايا خطوة بخطوة كده، وحاول تنفذ معايا، مش هتتم، لن تتم الاستفادة الا بالتنفيذ العملي. هنا نسمي الزر ده اعرض حساب العميل، او الحساب التراكمي، او الرصيد التراكمي، اعرض او عرض الرصيد التراكمي، ماشي، اي شيء، تمام. برضو بنفس الفكرة هنروح لتنسيق انماط سريعة، نختار اي نمط كده من الانماط دي وليكن ده مثلا، وهنا الخط بتاعه نخليه برضو يعني كبير شوية. ده كله يجي كده شوية، عرض الرصيد، طبعا في كلمة لسه فاضلة هنا، نخليها كده، خلاص كده، عرض الرصيد التراكمي. عاوزين نغير ده، نخليه تكست كومبو بوكس، ماشي. أنا عندي 3 أنواع من الكومبو بوكس، نعرض طبعا قائمة الحقول دي، أنا عاوز قائمة الـ إيه، قائمة الخصائص، البروبرتيز، من هنا، ان دي اللي كانت موجودة، ماشي. فهروح على هنا واروح على التكست بوكس واضغط عليه كليك يمين واعمل له تغيير الى مربع تحرير وسرد اللي هو كومبو بوكس، ماشي. واروح لنوع مصدر الصف، جدول الاستعلام ده، اضغط على السهم ده اخليه قائمة القيم، ماشي، خلاص كده. بعد كده هروح اعمل حفظ ده، هسيبه نموذج واحد زي ما هو، حفظ، عاوز تسميه ايه، هسيبه نموذج واحد مفيش مشكلة، ماشي. ونفتحه في عرض، العرض الطبيعي بتاعه، لقيناه كده طبعا، لا مش عاوزه كده، هروح للتصميم تاني واروح لغير ذلك في الفورم، اختار فورم من هنا، فورم نموذج، ومنبثق ده خليه منبثق بس كده، وبعدين حفظ وعرض، طلع لنا الكومبو بوكس الفورم ده بالشكل ده،
تمام، اعدل بس كده 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 كده، ايوه كده، وبعدين نعمل له حفظ وهو في الوضع ده عشان يحفظ التعديلات دي. هنا قائمة القيم دي هكتب فيها من 1 لـ6. من هنا تعالى نختارها تاني، هنا هلاقي هنا في الأداة دي، هضغط عليها وهكتب من 1 لـ6، يعني 1 وبعدين انتر، 2 3 4 5 6 وممكن 7 عادي، ماشي. اكتب القيم بتاعتك. طبعا في اكتر من طريقة ان انت توصل للقيم وتوصل اصلا لاسماء الايه العملاء، ولكن ده مش موضوعنا حاليا. القيمة الافتراضية خليه يفتح مثلا على رقم 1 مباشرة، دايما بيفتح على 1، او لو انت مش عاوز قيمة افتراضية ما تختارهاش عادي، بس انا هختار 1. تمام، هنعمل كده، نعمل حفظ واغلاق وافتحه تاني. يبقى كده وصلنا ان عندنا كود، اختر كود العميل، وفي قائمة هيت فيها حاليا لحد 7، ماشي. لما بتختار كده مفيش اي حاجة حصلت، ليه؟ لاننا لسه ما ظبطناش التقرير اللي هنشتغل عليه، ماشي. بس احنا كده خلصنا الكومبو البتاع ده اللي هو الفورم ده. طيب روح لوضع التصميم، في هنا حتة مهمة عاوزينها اللي هو التكست بوكس ده اسمه ايه. التكست بوكس ده اسمه ايه؟ ها هنا اسمه نص زيرو. طيب انا هسميه بالانجليش، ماشي. هروح لاسم ده وهكتب هنا تي اكس تي زيرو او تي اكس تي وان، مفيش مشكلة اي اسم، بس خلينا نسميه عشان نعرف اسمه تي اكس تي. طبعا ممكن تسيبه زي ما هو زيرو، بس انا عاوز وان اقصد، ماشي. بس انا عاوز ايه، هو كده اصبح اسمه تي اكس تي وان هنا هو، تمام. فانا عاوز اعرف اسمه لان هشتغل عليه حالا، خلاص. خليك فاكر كده النموذج بتاعنا اسمه نموذج 1 والتكست ده اسمه تكست تي 1، خلاص ده اللي هنشتغل عليه. نروح نعمل اغلاق لده، حفظ التيبل ده، اقف عليه كده، وبعدين اروح على انشاء على التيبل وانا محدد التيبل، واروح لتقرير المباشر ده الاولاني ده، تقرير مباشر على التيبل لان محدد التيبل، تعمل تقرير كده فهيبدأ يعمل لي التقرير ده. حلو خالص، ده تقرير على التيبل الحالي. هروح لوضع التصميم وأبدأ أظبط الشغل ده من هنا كده، دول كده أحددهم، ماشي. أكبر شوية من تنسيق الخط بتاعنا ده عشان طبعا الخط الصغير ده صغير خالص، يعني نخليه مثلا 16، ونخلي كل الكتابة بولد وكلها باللون ده مثلا، تمام كده. كود العميل ناخد دول كلهم هنا كده، حلو خالص. عندنا كود العميل وارد صادر، وهنا في كاونت، نكبر دي شوية كده عشان نشوف الكاونت، نكبر دي كمان شوية عشان هنزل بيها تحت كده، اخد دول كاونت اخدها تحت كده، خليك معايا كده. احنا عندنا هنا كود العميل، هنا وارد وصادر، تمام، حلو خالص. عايزين هنا الكاونت ده هيحسب لي العميل ده، هيحسب تلقائي كده يتكرر هنا كم مرة، تمام، يعني العمليات اتكررت كم مرة. يعني لو رحنا هنا للوضع بتاع يعني ده حفظ، نخليه رصيد تراكمي عادي مفيش مشكلة، ورحنا لوضع التخطيط مثلا او الوضع العادي، هتكتشف كده ان هنا ادي 1 2 3 4 5 6، ففي الاخر المفروض هيديني العدد ده اللي هو كام، 19. ده حاليا لكل العملاء، انا مش عاوز لكل العملاء طبعا، انا هشتغل على عميل بعميل. فهروح لوضع التصميم مرة تانية، بحاول ابسط المعلومة قدر الامكان. هاخد نسخة من الكومبو بوكس ده، من التكست بوكس ده، كنترول سي كنترول في، واخده كده اضيفه هنا. ده مش هيكون فيه كاونت، ده هيكون فيه سم اس يو ام، ماشي. وافتح القوس واقفله واكتب فيه كلمة وارد، لان هو تحت الوارد هنا فهيعمل لي ايه، هيحسب الوارد. طبعا انا كتبت ما كتبتش، نكتب الانجليش وارد، العربي اصلا وارد، ماشي. واعمل برضو كنترول في، طبعا هنا لازم نعمل الاقواس،
كده، وهروح تحت هاخد ده نسخة منه كنترول سي كنترول في، واخد النسخة دي اضيفها تحت الصادر هنا في المكان ده، وهكتب هنا صادر مكان وارد دي نكتب ايه صادر، بس لازم تكون نفس الكلمة اللي هي هنا دي تمام. وبعد كده انا كتبت وارد وصادر، خلينا نوسع دي شوية او نكبر التكست ده شوية كده. لا انا مش عاوز دي، خليه زي ما كان. عفوا ممكن نعمل تراجع على فكرة من هنا كده، هنا هضيف واحد تاني وهسميه كنترول سي كنترول في، وهسميه هاخده هنا في المكان ده، وده اللي هكبره شوية، ده اللي هيكون فيه المجموع خلاص. فهكتب فيه صادر ناقص وارد او وارد ناقص صادر، هكتب يساوي، افتح قوس واقفله بالانجلش، ناقص وافتح قوس واقفله، واروح هنا اكتب وارد، وهروح هنا اكتب صادر، بس لازم يكون نفس الحروف تمام. تعال نشوف كده اللي احنا عملناه ده، حفظ وعرض التقرير. طبعا ده التقرير اهوت، لما ننزل تحت كده هيسيب لي هنا العدد عدد الحركات، وده وده، وما حسبش ده ماشي. صادر ناقص وارد او وارد ناقص صادر، تعال نشوف كده احنا عملنا ايه، وارد صادر، تعال نشوف كده عرض التصميم، صادر ناقص وارد. لا احنا مش هنحسب صادر ناقص وارد، لا غلط كده، احنا هنحسب التكست ده اسمه ايه، ده اسمه نص 19 هنا اهو، والتكست ده اسمه ايه نص 21، يبقى نص 19 ناقص نص 21. ايوه ممكن تكتبه طبعا بالانجلش، هنكتب نص 19 تسميه وتستخدم الاسم، خلينا نسميه ماشي، نكتب هنا في الاسم ده نسميه اكس، والتاني نسميه واي، اكس وده نسميه واي خلاص تمام. نروح هنا نخلي ده اكس وده واي، تعال نشوف كده طبعا ماشيين خطوة بخطوة، ما ويعني ايه ما بنحاول ان احنا ما نهربش يعني من الاخطاء او الكلام ده، لا واحدة واحدة كده ومع بعضها. فعلا حسب لي الرقم ده اللي هو مجموع ده، والرقم ده اللي هو مجموع ده، وهنتأكد منه حالا، وبعد كده حسب لي الفرق بينهم يعني الطرح، عملية الطرح. احفظ وتعال نروح للتصميم تاني. انا مش عاوز التقرير ده يفتح كده مباشر ماشي، انا عاوزه لما يفتح يروح يدور في النموذج على الرقم اللي مكتوب في اختر كود العميل ويجيب لي العميل ده. بس نعمله ازاي الكلام ده؟ هروح على التقرير من هنا، اضغط كليك على النقطة دي عشان يجيب لي بروبرتيز بتاعت التقرير كله، وبعدين اروح على بيانات ومصدر السجلات، اختار من هنا فيديني الثلاث نقط دول، يعني يديني ان انت بتستبعد الان منشئ الاستعلام ماشي اوكي نعم، انا عاوز منشئ الاستعلام ده، هو ده انا عاوزه، واضغط على كود العميل ووارد وصادق تمام، يعني اعرض لي في التقرير الثلاث حقول دول تمام. وفي في كود العميل ما تعرضش اي كود عميل، انا هشترط عليك شرط في المعايير دي هنا، هضغط على F من راحة المفاتيح فهيظهر لي الاقتراحات دي، منها فورمز تضغط عليها مش في بعض النسخ لما بتضغط عليها بيفتح لك على طول الايه اسماء الفورمز على طول، وبعض النسخ لازم تضيف علامة تعجب فبيضيف فورمز ماشي، فورم اللي هو نموذج واحد اللي احنا مسميينه عندنا، ولو في اكتر من نموذج هتلاقي هنا، هتلاقي النماذج كلها هنا، وبعدين تكست 1 اللي احنا سميناه تكست 1، وقلت لك احفظ الاسم ده عشان هنشتغل عليه
تختاروا كده ونوع الكومبو بوكس اهوت. اصلا هو سي ام بي 1 مش تيكس 1، كان المفروض نسميه كده، ولكن اي اسم مش مشكله، المهم تكون عارف الاسم. وبعد كده تعمل اغلاق وتقول له ايه حفظ. نعم، بس ما تعملش حفظ واغلاق، اغلاق الاول وبعدين حفظ، مهم الخطوه دي خالص. ماشي، بعد كده نعم، وبعدين نعمل حفظ ده ونطلع من ده كله، اعمل اغلاق. نروح للفورم، الفورم فتح معانا اهو، تمام، اللي هو نموذج واحد. هنا اختار اتنين، طيب ما فتحش التقرير ليه؟ اضغط على عرض الرصيد، ما فتحش ليه؟ ما فتحش الشغل بتاعنا ليه؟ لاننا لسه ما ربطناش الكود ده. تعال نربط الكود ده من وضع التصميم. هروح على الزر ده، اضغط عليه واقول له حدث عند النقر اهيت، واختار التلات نقط دول، فيطلع لي ده. اختار منشئ الماكرو واقول له موافق. لما اضغط على الزر ده اعمل ايه؟ روح اوبن فورم، يبقى اضغط هنا واختار اوبن، لا مش فورم، اوبن ريبورت، اختار عرض او فتح تقرير. التقرير اللي عندي اسمه ايه؟ اسم التقرير هتختاره من هنا او تكتب اول حرف منه فهيظهر معاك على طول، رصيد تراكم. لو عندك تقارير كتير هتلاقيها هنا وتختار منها. وبعدين حفظ واغلاق، يعني لما تضغط على الزر ده افتح التقرير. وهو رايح يفتح التقرير هيلاقي التقرير مبني على استعلام، بيقول له دور لي على الرقم اللي هنا وافتح عليه، اللي هو الرقم اللي في الكومبو بوكس ده، اللي هو التكست بوكس تكست 1 ده. ماشي، واضح كده؟ حفظ وعرض النموذج، تمام. هختار رقم 3 وعرض الرصيد التراكمي، فتح لي التقرير تحت هنا اهوت. ماشي، كله رقم 3 بس. الحركة دي 50 50 50، يبقى 150. الحركة دي 100، يبقى 150 ناقص 100 يطلع لي الرصيد 50. طيب انا عاوز التقرير ده ما يكونش كده، انا عاوزه بره شوية، يبقى من عرض التصميم بتاع التقرير، واروح على هنا واضغط على اللي هي النقطة دي يعني عشان اجيب الخصائص وغير ذلك، واقول له ايه خليه لي منبثق، تمام. وبعدين حفظ واغلاق. نختار رقم 4، نختار عرض التقرير، طبعا هيعرض لي التقرير بالطريقة دي. ده رقم 4 4 4، ثلاث حركات، عدد الحركات 3، ما كتبناش هنا عدد الحركات، هنكتبها حالا. وصفر صفر 110، ده 20 و10 30 اهمت، 110 ناقص 30 يدينا 80، ده رصيد التراكمي. عايزين نكتب بس الحاجات دي عشان ما نتوهش فيها. نروح ل طريقة عرض التصميم، هنعمل 3 ليبل، 3 ليبل أو 4. ماشي، الليبل منين؟ من هنا اللي هو A B D. خلاص، أضغط كده وأكتب هنا، هكتب إيه؟ هكتب عدد الحركات، عدد بالعربي عدد الحركات، وآخد الليبل ده احطه هنا، ايوه هنا عندي كاونت هنا. وهنا ليبل تاني بعنوان مجموع الوارد، مجموع الوارد. ماشي، طبعا مجموع الوارد هنا، وهنا نكتب مجموع الصادر. تمام، حلو كده. طبعا التنسيقات دي يعني ايه، ممكن نعدلها براحتنا. هنا فاضل ليبل اللي هو الرصيد التراكمي للعميل، الرصيد التراكمي للعميل، للعميل او الرصيد التراكمي بس، يعني اكتب اللي انت عاوزه. تمام، عاوز بس كمان عشان ما يحصلش لخبطة اخد خط كده، اضيف خط زي ده من هنا كده، يكون لحد هنا كده، والخط ده ممكن اتحكم في التنسيق بتاعه في السمك من هنا، اي سمك انت عاوزه، وفي اللون كمان من هنا. خلاص، وبعد كده نعمل كده حفظ
ممكن نعمل دولت كمان اللون بتاعهم يكون يعني اللون واضح شوية. تمام، مجموع الوارد مجموع الصادر، نكبر شوية صغيرين كده. ماشي تمام كده، نشوف كده نتيجة الشغل ده. حفظ وإغلاق، ونروح للنموذج ونختار رقم 6 عرض. طبعا هنا ده 6 ليه حركتين، ادي الحركة الاولى والحركة التانية، ده كود العميل اهوت. 50 في الاولى ب50 و75 في التانية ب75، بس ده صادر وارد فطلع لي الرصيد بالسالب. طب تعالى نضيف لرقم 6 ده العميل كوده 6 ده كمان حركة مثلا وارد ب50، نزود 50 هنا نشوف الدنيا شغالة ولا ايه. فخلينا نروح للجدول واضيف حركة للعميل رقم 6 في الوارد 50 كمان. ماشي خلاص كده اطلع من ده. عايزين لما قاعدة البيانات تفتح على نموذج واحد. تعال نختار الاول عميل 6 ده عرض، طلع لي التقرير فعلا هو كان بالسالب، خد بالك اصبح 75 25 ها صح كده. عاوز اعمل ايه؟ عاوز اعمل هنا زر رجوع للفورم، وعاوز كمان افتح الفورم قاعدة البيانات على الفورم ده، وعاوز كمان لما اختار من هنا القيمة اول ما اختارها كده يعرض لي على طول، مش اختار واروح اضغط واختار واروح اضغط واروح، يعني شغلانة. ماشي انا عاوز لما اختار يعرض لي التقرير مباشرة. تمام، احنا قلنا اول حاجة نعمل هنا زر رجوع، يبقى هنا من عرض التصميم نعمل هنا زر رجوع، هروح على تصميم مباشرة وبوتوم اهوت واضيفه هنا في الحتة دي، واكتب عليه رجوع او عودة. ماشي، والتنسيق بتاعه عادي خالص من اي، او انا محدده كده، اروح على تنسيق وانماط سريعة خليه بالاحمر ده مثلا اهوت، والخط بتاعه كبير شوية وبولد بس كده. طب رجوع ده الكود بتاعه ايه؟ هيشتغل ازاي؟ اضغط هنا واروح على حدث والتلات نقاط دول واختار منشئ الماكرو واضغط موافق. ماشي، انا لما اضغط على رجوع يروح يفتح الفورم، يبقى اوبن فورم، الفورم اللي اسمه انا ما عنديش غير فورم واحد حاليا لذلك مش هلاقي غيره، هو ده نموذج واحد. ماشي، ويروح كمان يعمل اغلاق للريبورت ده، يبقى كلوز ويندو، الويندو ديت نوعها ريبورت تقرير، والتقرير ده اسمه انا ما عنديش غير تقرير واحد اسمه رصيد تراكمي، وبعدين حفظ واغلاق. لاحظ معايا كده ان انا لما اعمل كده حفظ وافتح، لا مش هفتح، هعمل اغلاق افتح الفور واختار من هنا 5 او 4 هيعرض لي التقرير دي 4. ماشي، عودة هيرجع تاني للفورم، هختار من الفورم هنا 3 عودة عرض هيعرض رقم 3 وهكذا. ماشي، طب احنا عاوزين يفتح على الفورم ده نعمل ايه؟ هروح لقاعدة البيانات، ادوات قاعدة البيانات، خيارات، هيفتح لي طبعا الخيارات دي في قاعدة البيانات الحالية، وهروح على عرض النموذج، النموذج اللي عندي اسمه 1 هو ده، وبعدين اقول له موافق، هيقول لي لازم تفتحها وتقفلها تاني او تقفلها وتفتحها، اقول له ماشي. لما افتح هروح هنا ادوات قاعدة البيانات ضغط واصلاح كاني قفلتها وفتحتها. ماشي، فكده اول ما تفتح هتفتح معايا على الشغل ده. طيب عاوز الخطوة اللي بعد كده، عاوز لما اختار كده يظهر لي على طول ايه الرصيد، اختار رقم 5، مفيش 5 عندنا، العميل رقم 5 ما اشتغلش اي حركات خالص، عدد الحركات صفر كله صفر اهوت. ماشي، وكمان رقم 7 اعتقد ان ما عندناش عميل رقم 7 ما فيش حركات عنده، ايوه كده مظبوط. طيب لما اختار يعرض لي التقرير اعمل ايه في الحركه ديت، ومش مهم الزرار ده خلاص الغيه ملوش علاقه اصلا. هروح على وضع التصميم وهروح على ده الكومبو بوكس ده بعد التحديث، في عندي حدث اهو ماشي ايفنت، وفي عند النقر وقبل التحديث وبعد التحديث افتر ابديت، اضغط عليها كده واختار ده. ماشي، ثلاث نقاط يعني، وبعدين منشئ الماكرو اللي احنا شغالين عليه في كل الفيديوهات بتاعتنا، شيء رائع وجميل وسهل خلاص.
انت بتقول له لما بعد ما تحدث ده افتح التقرير على طول، اوبن ريبورت. من هنا الريبورت اسمه ايه، بس حدد اسم الريبورت بس، ما تعملش اي حاجه تانية، ما تدخلش في اي تعقيدات خالص، حفظ واغلاق بس كده. انا هعمل اغلاق لقاعده البيانات وافتحها تاني، اهوت ادوات قاعده البيانات، ضغط واصلاح، انا كده قفلتها وفتحتها تاني، فتح معايا على الفورم اهوت اللي انا قلت له افتح عليه. اختر، خد بالك انا مش هضغط على الزر ده خالص، انا هروح اختار رقم 6 مباشره، هيبدا يفتح عشان اول مره. ايوه فتح معايا رقم 6. عوده رجعنا، ها 1 يفتح لي الحركات بتاعت العميل رقم 1، 6 حركات، مجموع الوارد، مجموع الصادر، والرصيد بتاعه. طبعا كون ان انت بس تصفي على عميل معين كده، طبعا كاتب هنا حركات ومش عارف ايه، ده شيء يعني رائع خالص. وصلنا الحمد لله بفضل الله في نهاية الفيديو اننا عملنا كل الشغل اللي عرضناه في البداية من غير اي خداع او من غير اي حركات، ما خبيتش حاجة ابدا، بحاول اعرض المعلومة خالصة كاملة، حتى لو في خطأ في وسط الشرح كده، لا عادي الحتة دي احنا غلطنا فيها نبدأ تاني، لا مش هجمع ده، لا المفروض اكتب هنا كذا، لا اعمل كذا، ماشي. فحاولت قدر الامكان تبسيط المعلومة. عفوا، يعني لو عجبك الفيديو اشترك في القناة، اضغط على زر التنبيهات، كمان اعمل شير للفيديوهات، ادعمنا بالمشاهدة المباشرة، ادعمنا بمشاركة الفيديوهات، ادعمنا بدعوة طيبة لصلاح الامر ان شاء الله. وكمان اكتب لنا في التعليقات انت يعني ايه اللي انت عاوز تطوره بعد كده، بعد الخطوة دي عاوزين نعمل ايه. مفيش مشكلة، هنحاول مع بعض ان شاء الله نوصل للمطلوب. الفيديو ده اصلا عبارة عن سؤال او اجابة لسؤال وصل لي في يعني من شخص عزيز، فبنحاول يعني اننا نلبي الطلب بفائدة، عرض الفائدة للجميع ان شاء الله. عذرا للاطالة، ولكن الشرح كان يحتاج الى ذلك، مضطرين اننا نعمل كده. الفيديو طويل شوية معلش، ولكن سعدت بكم، ويا رب اكون يعني عند حسن الظن. كنت معكم ابراهيم محمود مرسي، شكرا للمشاهدة الطيبة، والى لقاء قريب. فاضل نقطة بسيطة، الملف العمل بتاع الشغل ده، الملف ده اللي احنا شغالين عليه ده، هرفعه ان شاء الله لحضراتكم مفتوح المصدر، من غير كلمات سر، من غير اكواد برمجية معقدة تبوظ الدنيا، من غير اي كده، فري، هيكون ان شاء الله في تبويب الملفات في جروب ملتقى معلمي مصر على الفيسبوك. اعمل انضمام للجروب وادخل حمل الملف واستفاد منه وشوف المعلومة اللي فيه وعدل عليه وخده، يعني هو فري مجاني، انا مسامح فيه خالص، ماشي. كنت معكم ابراهيم محمود مرسي، شكرا للمشاهدة الطيبة، والى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.